إذن الكلمة الآن لدبلوماسية أخرى، وهي سعادة سفيرة النرويج في الأردن السيدة تون إليزابيث بيكيفولد أليرس، وهي دبلوماسية مخضرمة تعمل مع وزارة الخارجية النرويجية منذ عام 1999، وتسلمت مهاما كثيرة في أوسلو وطوكيو وبرلين وغيرها من العواصم. سعادة السفيرة تفضلي، لديك أيضا 3 دقائق. الصحفيين الأعزاء وأصدقائنا، من أريج، بدون حرية التعبير لا توجد ديمقراطية، فحرية التعبير هي أساس الحريات الديمقراطية وأفضل ضامن للحرية. نحن بحاجة لتمكين الصحفيين من الحصول على معلومات موثوقة، وهذا يهمنا ليس فقط كأفراد ولكن كمجتمعات. كيف يمكننا أن نجري الإصلاح الاقتصادي إذا كانت هناك حالات فساد، إذا لم نهيئ البيئة للناس ليعبروا عن أنفسهم؟ كيف نعيش براحة بدون أن يكون هناك دور تؤديه الإعلام في هذا المجال؟ ومع قولي هذا، فإننا نريد أن نعزز تقدمنا للمزيد من حرية التعبير، ولكن اليوم 9% فقط من سكان العالم يتمتعون بحرية الصحافة حسب صحفيين بلا حدود. الصحفيون المحليون الذين يغطون القضايا المحلية يواجهون مخاطر كثيرة. قضية الفرار من العقوبة مزعجة جدا. 9 من 10 صحفيين مغتالين، فإن من قام على اغتلالهم يفر من العقوبة، وهذا أمر مأساوي وغير مقبول على الإطلاق. أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة قال إن جائحة كورونا أصبحت أزمة حقوق إنسان. الحكومات في أنحاء العالم تستغل هذا الوضع لتقويض حقوق الإنسان وإدخال قيود غير متناسبة على حرية التعبير. النرويج تهدف إلى أن تكون بين الدول التي تقود تعزيز حرية التعبير. إن سياستنا الدولية في هذا المجال غطت مجالات أساسية: أولاً استقلال الإعلام، ثانياً الحماية، وثالثاً إمكانية الحصول على المعلومات. هذه الحقوق هي بقدر ذات الأهمية عبر الإنترنت وخارج الإنترنت. وفي العالم العربي الإعلام المستقل والصحافة واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، وقد تعززت هذه التحديات بفعل الجائحة. لنبني حياتنا أفضل بعد الجائحة، يهمنا أن نسمع رأيكم أنتم الصحفيين، وكيف نستطيع أن ندعم عملكم، وكيف نساعدكم على مواصلتكم هذا العالم. أحياناً الدعم القوي لازم، وكما قال صديقنا الأردني، فإن قيم الحرية وحقوق الإنسان يجب أن تنعكس على شكل علاقات أفضل في الشرق الأوسط على المستويين الخاص والعام، ويجب أن تكون الدبلوماسية في الجبهة الأولى في هذه الجهود. ولهذا تدعم النرويج عمل أريج الرائع من خلال دعمها للإعلام العالمي. إن بناء الإعلام المستقل والصحافة الاستقصائية التي تنتج معلومات موثوقة وقوية وتعزز حرية التعبير وتعزز التماء نحو السلام والتنمية، وقد بات هذا أكثر أهمية من ذي قبل. أود أن أشكر أريج لتنظيم هذه المنصة رغم التحديات، وأتطلع للاستماع لمنظوركم حول ما تحتاجونه وكيف يمكن أن نستثمر في العمل الهام الذي تؤدونه. شكرا لك سعادة السفيرة، سفيرة النرويج في الأردن السيدة تون إليزابيث بيكيفولد أليرز.